السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة الخروبة ونروح نشوف المقر الجديد تاع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي تم افتتاحه في هذا الأسبوع، وتدشينه بمناسبة افتتاح جامع الجزائر وتدشين جامع الجزائر. إذن نروح نشوف. سلام. إذن هذا هو الجامع الجديد، المقر الجديد نتاع وزارة الشؤون الدينية. إذن هذا هو المقر الجديد، وهذه هي الهندسة يعني المعمارية اللي نحب نوظفها في البنايات نتاعنا الجديدة العصرية. وهذا مزيج من الطراز الزيري الجزائري الذي تم يعني عصرنته، يعني وإعطاؤه يعني جانب كونتمبوران كما نقولوا حنايا، يعني معاصر. وهذا شيء جميل. لاحظ أنه البناية في أروع ما يكون. إذن هذه هي بناية تاع المقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي تم تدشينه هذا الأسبوع بمناسبة تدشين جامع الجزائر من طرف رئيس الجمهورية، وكذلك الوفود نتاع الدول العربية والإسلامية التي توافدت على الجزائر في بحر الأسبوع الماضي هذا. إذن هذا هو السلام ورحمة الله. Ici c'est hôtel de Kharouba. C'est pas un hôtel, ça. C'est le ministère. C'est un ministère. Ah bon? Je ne connais pas hôtel de Kharouba. Ah, je connais. Il faut aller, il faut encore aller plus loin là-bas. إذن نترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم. وهنا رانا في الجهة الخلفية
نتاع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. أنا رانا في الجهة الخلفية، وكذلك لاحظ الهندسة الرائعة نتاع الوزارة هذه.